عسلامة ومرحبا بكل متابعينا ومتابعاتنا من داخل تونس من خارج تونس، مرحبا بكم أينما كنتم. مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد. اللقاء هذا باش يحتوي على تقرير صوتي حضرته بالطبيعة في إطار التنوير الذي أوصت به زعيمة الحزب الدستوري الحر وهي في سجنها، في إطار مواصلة التنوير، في إطار مواجهة التعتيم الإعلامي، في إطار حق الرد لكل ما قيل ويقال ضد الحزب الدستوري الحر ورئيسته عبير موسي في هذا الظرف الراهن، وأيضا في إطار تثمين أصحاب الكلمة الحرة وأصحاب كلمة الحق. اليوم باش نسمع مع بعضنا تقرير صوتي باش نحكي فيه على المسيرات الأخيرة أو التحركات الأخيرة للحزب الدستوري الحر. التحركات الأخيرة حبيت نقول منذ احتجاز رئيس الحزب الدستوري الحر، احتجازها قسريا واعتقالها، دونك الأربع أنشطة الكبرى الضخمة اللي صارت باش نحكيو عليها في هذا التقرير، باش نحكيو على كيفية التعاطي الإعلامي معها، وباش نعطيو بعض الدروس. مثالش فما ناس تستاهل تاخذ دروس من أشباه الإعلاميين، مش مشكل، للناس اللي تغالط، للناس اللي توجه الرأي العام، للناس اللي تعرف الحقيقة وتنشر ضدها وعكسها، للناس اللي تحاول تنوم الشعب التونسي وتواصل في المخطط متاع إلهاء المواطن التونسي عن القضايا الحارقة إلى في بلاده وتوجيهه حيثما يريد المهندس.
دونك التقرير هذا كما قلت لكم فيه زوز ولا ثلاثة أجزاء، يحتوي على 23 دقيقة، لكن في غاية الأهمية. هو صوت بركة بالنسبة للناس اللي تابعوا فينا على المباشر، باش تشوفوه على المباشر، باش تسمعوه على المباشر، صوت فقط، لكن اسمعوه، راهو سي تخي امبورتون. ومن بعد نخرجوه وحده وبارتاجيوه قد ما تنجموا، راهو موجه للناس هذوما حجج احنا باش نعطيوهم للناس اللي مازالوا ما همش فاهمين ما يحدث في تونس، ما يحصل لرئيس الحزب الدستوري الحر، كيفية التعاطي الإعلامي. هذو من كل الحجج لكم باش تواجهوا بهم الرأي العام، وباش تواجهوا بهم كل من يريد المغالطة وكل من يريد التشويه أو التقزيم. دونك هذوما حجج دامغة، نسمعوهم مع بعضنا. لكن قبل هذا حبيت نتوجه برسالة اليوم، معظم اللايف تقرير، راهو مش باش نحكي برشا على الصوت وصورة، رسالة للدولة التونسية، وخلينا نكون واضحين، الرسالة هذه نحمل فيها المسؤولية كاملة في حال خروج أي معطيات شخصية للأستاذة عبير موسى، رئيس الحزب الدستوري الحر، رئيس الحزب، المرأة المحامية اللي عندها معطيات شخصية في تليفونها، لأنه توا شيء ولا يثير الريبة ويثير الشك. دونك في حال خروج أي معطى الدولة تتحمل مسؤوليتها. ردوا بالكم، راهي معطيات شخصية ماهيش تلعب. وين الهيئات نتاع حماية المعطيات الشخصية؟ وين الهيئات المعنية بالأمور هذه؟ وين الهيئات المعنية بحقوق الإنسان؟ إذا كان يصير هذا الكل، وشفنا عاد تنمية بشرية، ونعرفوا أتلانتس مع التنمية البشرية، دونك خصوم عبير موسي، دونك لهنا إذا كان فما أربط بسهم بالحق، وإذا كان الأيام القادمة كشفت كونه فما ترابط ما بين الناس هذوما والشيء هذايا، دونك لهنا الدولة تتحمل مسؤوليتها. نسمعوا مع بعضنا التقرير هذايا، وهنا راجعين باش نقفلوا ونختموا. مرحبا بكم يا توانسة في هذا التقرير الجديد، في تيار جديد، وان شاء الله باش يكونوا عندنا برشا تقارير في قادم الايام، حتى اذا كان ما نزلناهمش في اطار بث مباشر كما كنا نعملوا، باش ينزلوا وحدهم ان شاء الله، وباش ترجع الكرونيك دي جور اللي نعملوا فيها ان شاء الله مع نص النهار تنعلموكم. دونك التقرير هذا باش نحكي فيه على حاجتين. الحاجه الاولى هي طبعا ما حدث للحزب الدستوري الحر، باش نحاولوا نلخصوه ونبسطوه ونرجعوا على كل وادق التفاصيل، وكيفيه التعاطي الاعلامي نتاعو، باش تكون لهنا فما برشا دروس لعديد أشباه الإعلاميين، مع احترامنا لقامات الإعلام التونسي اللي مازالوا ثابتين على مبادئهم، ولا مغلبين مصلحة الوطن ومغلبين علوية القانون في كل ما يقولونه وما يصرحون به. الموضوع المهم دونك باش نبدا نعطي هكا طرح بسيط، في ظرف وجيز احنا عندنا تقريبا من دخلت الأستاذة عبير موسي للسجن ظلم وتعسف وهذاك الكل، تقريبا 70 يوم اليوم من اللي صار هذا. عندنا 4 نشاطات كبرى قام بهم الحزب الدستوري الحر، وكي نقول نشاطات كبرى راهي بمعنى الكثافة العددية. أولا هذا شنو نجمو نستنتجو منه؟ هذه رسالة لوسائل الإعلام، يعني شنو ماذا يعني هذا؟ يعني مقولة أنه كل الأحزاب اندثرت، وهذا اللي يروجوا فيه للتوانسة عندهم تقريبا من 2021 باش يكرهوا تونسي في الحياة السياسية، وباش التوانسة يوليو يرضاو بالأمر الواقع وبالاستبداد الحقيقي، هذا يأكد كونه المقولة هذه مقولة غالطة. على الأقل فما حزب موجود في البلاد اللي قاعد ينشط بهياكله بأنصاره، إلا فما التفاف شعبي كبير حوله، دونك إلا فما عمل سياسي بأتم معنى الكلمة في البلاد. دونك باش ما نقولوش المقولة هذه كاذبة، هنا قلنا مقولة غالطة. الهدف نتاعها هو إلغاء الأجسام الوسيطة والتعويل في الانتخابات على الأفراد فقط، وهنا ناس كل تعرف هذا برنامج شكون، نعرفوا مليح الشيء هذا نتاع الافراد والمحليات والاقاليم، نعرفوه نتاع شكون الشيء هذا وبرنامج شكون. دونك الحزب الوحيد القوي الحاضر على الساحه اليوم في تونس هو الحزب الدستوري الحر. هذا يعني انه هذا الحزب حزب مهيكل، كيف نحكيه على 4 محطات ضخمه بعد اعتقال الاستاذ عبير موسي، وكل محطه نضاليه او كل وقفه احتجاجيه او كل مسيره تصير تنسيك في اللي قبلها، من حيث العدد ومن حيث الالتزام ومن حيث الانضباط ومن حيث الشعارات ومن حيث عديد الأشياء، إلا أكيد وإنكم يا وسائل الإعلام عاينتوها لكن خبيتوها، معظمكم خبيتوها على الشعب التونسي. دونك لهنا خندي نفسر اكثر معناها شنو معناها حزب مهيكل، لانه الحزب هذايا الحزب السوري الحر راهو حزب متجذر في الارض هذيا، راهو حزب وطني، راهو كما قلت لكم قبل عقيدته وطنيه بحته صرف. هذاك علاش الانصار معناها نتاع الاستاذ عبير موسي متشبثين، قعدوا متشبثين به رغم المحنه هذيا، لانه تو سامبلومون حزب مهيكل. وهيك نشوفوا مع بعضنا شنو معناها حزب مهيكل. خنفسروا للتوانسة خاطر نعرف الساترة يعرفوا شنو معناها، والمهيكلين يعرفوا شنو معناها حزب مهيكل، لكن فرصة باش نوضحوا لوسائل الإعلام ومنابرهم باش نعدوا لهم الهياكل نتاع الحزب الدستوري الحر، الهياكل الرسمية اللي هي قاعدة تنشط. دونك هات نشوفوا شنو معناها حزب مهيكل.
حزب مهيكل معناه حزب عنده مؤسسات، عنده مؤسسات متاعه، وهي مؤسسات صلبة جدا جدا جدا. وهي تنسميه لكم منها المؤسسات هذه تنسميه لكم، اللي هي تبدأ بالديوان السياسي، تبدأ بالمكتب الوطني، تبدأ باللجنة المركزية، تتعدى المكتب منتدى المرأة وفروعه في الجهات، فيها مكتب منتدى الشباب وفروعه في الجهات، فيها المجلس العلمي اللي انبثقت عنه الأكاديمية السياسية، فيها مجلس تكوين الإطارات، فيها الجامعات اللي موجودين في 24 ولاية، فيها الدوائر المحلية اللي هم في كل الولايات، فيها الخلايا الدستورية. هذوما كلهم هياكل، شوفوا قداش من هيكل توا، تقريبا 9 هياكل، هذوما هياكل رسمية قاعدة تخدم في كامل ربوع البلاد. دونك هذوما اللي منتشرين في كل ربوع تونس، هذا ايش معناه؟ هذا ايش معناه حزب مهيكل بالضبط؟ هذا شنو معناه حزب مهيكل؟ وقت اللي دونك نتحدثوا على عبير موسي رئيس الحزب الدستوري الحر، نذكروا الا في الايامات الاولى وقت 14 جانفي، هذه راهو معلومه هامه ما يلزمش الانظار معناها تغيب عليها، وما يلزمش تغيب على استماع المواطن التونسي. نذكروا راهو الا عبير موسي الايامات الاولى نتاع وقت 14 جانفي كانت الوحيده في المحكمه اللي دافعت على حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، اللي كان عنده باي ذا واي اكثر من 800 محامي كل وقت، ما مشى حتى حد منهم، مشيت منهم الا عبير موسي. دونك باش تفهموا تينه المراه هذه. دونك توا كيف نجي ونعطيو المواصفات نتاع الحزب الدستوري الحر اللي كنت توا نسمي فيهم وهياكلوا والانضباط و و و و، دونك شكون اللي كان السبب في المواصفات هذه؟ المواصفات هذه جات انتيش تشكون في الحزب الدستوري الحر؟ شكون زعما اللي عمل التصور العام والتصور بكل جزئياته للحزب الدستوري الحر؟ هذا يا نتيجة شكون؟ شكون اللي عمل الانجاز على الميدان على الارض؟ الناس كل تعرف اللي عمل هذا الكل هو عبير موسي. هذاك علاش انصارها يقولوا الزعيمه، ولهنا ندخل بكم لمفهوم الزعامه، ونعاود نذكر به التوانسه، وهذا دوركم انتم كتساتره وكوطنيين باش توضحوه وتفسروه لسائر المواطنين التوانسه. دونك هات لنشوفوا كلمه الزعيمه هذية علاش تترحى على عبير موسي. كلمة الزعيمة اللي تتقال على عبير موسي ماهيش كلمة مسقطة أو بروتوكولية، هي كلمة سياسية عندها المعاني متاعها، إلا بتبيعة تستمدها من معاني زعامة أصلا. ومعاني زعامة هما على الأقل فما ثلاثة معاني كبرى، هاني باش نعاود نوضحهم ونفسرهم. دونك تعريف الزعامة مر عبر العصور بتعريفات مختلفة، كلمة الزعامة مرت بتعريفات مختلفة عبر العصور في القرن، لكن في القرن العشرين والقرن 21 نجموا نلخصوا المعاني هذوما متاع الزعامة في ثلاثة حاجات. مفهوم الزعامة بكله ينجم يتلخص في ثلاثة حاجات، وهات نشوفوهم الثلاثة حاجات هذوما عبير موسي عندها منهم كشخص وكرئيس حزب سياسي ولا ما عندهاش. نبداو بالحاجه الاولى، المفهوم الاول نتاع الزعامه، او اللي هي ثلاثه اقاليم كما قلت، تروا كريتير لازم يكونوا متوفرين في الشخص حتى يلقب بالزعيم. دونك هات نشوفوا هالثلاثه هذوما موجودين عند الاستاذ عبير موسي ولا. اولا المستوى الفكري والسياسي والاجتماعي الكبير، الزعيم لازم يتحلى بمستوى فكري وسياسي واجتماعي ونظره استشرافيه وقراءات تحليليه معمقه واستشراف واضح، هذا باش نجم نقولوا عليه زعيم. يظهر لي عبير موسي عنده فهم ووعي كبير في السياسة، وعنده استشراف كبير في السياسة، وعنده قدرة خاصة هذه راهي مهمة جدا. عبير موسي عنده قدرة خاصة على التقاط اللحظة السياسية المناسبة، وشفتوا انتم معناها معظم تحركاتها ومعظم تحركات الحزب الدستوري الحر تجي في توقيت معين، في ظرف معين، في سيركونستانس معينة. دونك والنقطة هذه نتاع القدرة الرهيبة على التقاط اللحظة السياسية أو الظرفية السياسية المناسبة ما تنجمش تكون موجودة عند برشا عباد، الحقيقة ما ريناهاش في تونس بعد 2011، ما ريناهاش موجودة عند سياسيين خلاف عبير موسي. نمشيو للكريتير الثاني أو الحاجة الثانية اللي باش نوصفوا بها شخص ما زعيم. دونك المعطيات الفكرية والاجتماعية هذه اللي كنت نحكي عليها توا مرتبطة بمصير الشعب، يعني نحكيه لهنا على تلاحم كبير بين القائد وبين الشعب، هذا الكريتير الثاني. باش نقولوا انسان او انسانه زعيمه يلزم يكون فما لحمه كبيره بينه وبين القواعد وبينه وبين الجماهير وبينه وبين الشعب، ويظهر لي هذايا موجود وواضح ووضوح الشمس في كبد السماء عند عبير موسي. يعني الاتصال المباشر شفتوه، القدرة الشعب على التلقي والتفاعل مع ما تقوله وما تصرح به عبير موسي، يظهر لي هذايا الناس الكل لمسته وشافته على أرض الواقع. نمشيو للعنصر الثالث لمفهوم الزعامة، إلا هو العنصر الثالث في الزعيم أو في الزعيمة الحقيقي أو الحقيقية، هو الاعتماد على المقاومة السلمية. وهذا العنصر إلا قهرت به عبير موسي كل خصومها السياسيين منذ انطلقت، ولا منذ دخلت في الحياة السياسية بعد 2011.
دونك منذ بني الحزب الدستوري الحر ومنذ انطلق نشاطه في الجهات وفي في كل ربوع البلاد. دونك الاعتماد على المقاومة السلمية اللي تعتمد على القانون ونحكيو الالتزام بالقانون وبالنواميس متاع الدولة. ويظهر لي لهنا ميزة عبير موسي وكل تحركاتها ونضالاتها ترتكز على احترام القانون. وتقول دايور هي الأستاذة عبير موسي في أكثر من مناسبة، تقول رغم أننا رافضين لبعض القوانين التي سنت من طرف الإخوان وفي برلمان الإخوان والتي سنت وقت ما يسمى بثورة وكل شيء، لكن مدام القوانين الجاري بها العمل في بلادنا دونك نلتزم بها لنأخذ المقود ونغير ما يمكن تغييره وننقح ما يمكن تنقيحه من هذه القوانين. دونك عبير موسي يظهر لي ميزتها هي الالتزام بالقانون واحترام النواميس. ونذكروا لهنا إلا غاندي كيف كيف اعتمد الطرق السلمية، كنا نحكيه على زعماء العصر الحديث، نحكيه كيف كيف إلا مارتن لوتر كينغ كيف كيف اعتمد على الطرق السلمية في نضاله، اللي نيلسون مانديلا اعتمد على الطرق السلمية في نضاله. دونك يعني التهمة هذيك متاع قلب النظام الحكم اللي لفقوها لها توا رايح كي فارغة وأفرغ من الفارغة، معناه يظهر لي اللي باش يقلب نظام حكم ما يهزش معاه عدل تنفيذ باش يشهد عليه ويحرر محضر معاينة عشان اللي عمله قدام مكتب ضبط متاع قصر الرئاسة، وما يهزش معاه محامي للتعقيب، وما يتوجهش للقضاء الإداري، وما يحترمش مؤسسات الدولة اللي باش يعمل انقلاب. وقلتها لكم قبل اللي يعملوا الانقلابات عندكم على عينيكم وما همش قاعدين يتحاكموا لهما الاخوانجية، تنجموا تسألوهم على آليات الشروع في عملية انقلاب، هذوكم يعرفوها كانت عندهم تجارب فيها ويعرفوها. دونك نرجع، فما ثلاثة خصال عند عبير موسي إلا نلقوهم أو ينسحبوا على عظماء العصر الحديث اللي كنت نحكي عليهم توا، بالإضافة طبعا إلى زعيمنا الخالد لحبيب بورقيبة. إلا كيف كيف هو تعرض للسجون وتعرض للمنافي، ولا كان يدير المشهد السياسي من وراء القضبان متاع المستعمر، إلا كان يحرك في مقاومة الاستعمار ويدير الحركة الوطنية وهو وراء سجون المستعمر. هذا الكل ما ننسوش، هذوما أقاليم الزعامة أو مفاهيم الزعامة. دونك اليوم حتى الإعلام المناوئ لعبير موسي، نرجع لهنا للتعاطي الإعلامي، حتى الإعلام المناوئ لعبير موسي ولا اليوم يحكي عليها، لأنه من سجنها رغم أنها مسجونة ظلم وهما يعرفوا قالوه الكلام هذا حتى أضدادها وأعدائها، وهي تسير في الأحداث في الشارع التونسي، المرأة في الحبس وراء القضبان ومسيطرة على المشهد السياسي ومسيطرة على الشارع التونسي، كما كان بالضبط كما قلت لكم نيلسون مانديلا بالضبط، وكما كان بورقيبة يسير في الأحداث وهو في سجون المستعمر. به نتعداو اليوم للتعاطي الاعلامي، باش نحكي باش ناخذ دو ولا تخوا زيكزامبل بريسي معناها امبرانتي من اللي سمعته الصباح. دونك باش ناخذ مثال بلاتو ديوان اف ام. دونك فما الحقيقه حاجه مقلقتني برشا، هما لا محاله مالغري انه ثلاثتهم اللي تكلموا هذوما كانوا يعترفوا بالمظلمه اللي تعرضت لها عبير موسي. في كلام كل واحد منهم، هذا اللي قلقني اكثر، في كلام كل واحد منهم وهو قاعد يستعرض في فكرته لوح قنبله من ضمن القنابل هذه، هات نشوفوهم. فما واحد منهم قال احنا ما نستعرفوش بالامنيستي انترناسيونال اللي هي منظمه العفو الدوليه اللي ديرنييرمون عملت واعطيناه لكم وقريناه لكم التقرير وتحدثنا فيه بالكدا مع هيئه الدفاع مع نتاع الاستاذ عبير موسي. دونك هذه معناها قال لك الامنيستي انترناسيونال هذه احنا ما معناها ما نستعرفوش بها، الا خرجت هي معناتها بيدها خرجت بلاغ ادنت فيه اللي صار لعبير موسي وطالبت فيه باطلاق سراحه فورا وكل شيء. دونك شفتوه التقرير هذاك، واستندوا في هذا في الطرح هذا استندوا الى انحياز المنظمات الدوليه هذه الى جانب الاسرائيليين ضد القضيه الفلسطينيه، معناها سوز اونتوندو هذا شنو حبوا يقولوا، الا راهو موقفها هالجمعيات هذه من عبير موسي راهو ني با كريديب، معناها باش تفهموا السموم الا قاعده تتبث. ولهنا نعاود نرجع نتوجه بكلمه ليهم ونتوجه لهم برساله واضحه، شوفوا ما فماش حاجة بين البنين، راه يا إما تعترفوا بالمنتظم الأممي يا إما لا. إذا كان المنتظم الأممي ما تنقذوش رواحكم كي معروفاتكم، إذا كان المنتظم الأممي هذايا أنتم تعتبروه سويت للي صار في فلسطين وإسرائيل وكل شيء، دونك إذا كان أنتم تعتبروه دخيل على تونس وتعتبروه ماهوش كريديبل وتعتبروه استعماري وكذا، خرجوه من تونس. ما عندكمش، شوف النفاق ما عادش يتعدى في بلادنا، راه النفاق والكذب ما عادش ينجم يتعدى على المواطن التونسي، واحنا لهنا باش نوضحوا للمواطن التونسي وباش نفيقوه وننوروه على برشا حاجات. دونك فما حاجه من اثنين، فماش جري في الامور هذيا، كانوا هو المنتظم الاممي والجمعيات الدوليه اللي تحكيوا عليها هذيا اذا كان هي تضر مصلحه تونس وتضر بالسياده الوطنيه، نحيوا لها المكاتب نتاعها ونحيوا لها الفروع نتاعها والغيوا الاتفاقيات اللي تعملت بين تونس وبين الدول هذيا.
مش نشوفه في البلاغات على وزارات السيادة متاعنا احنا، تثمن في العمل متاع المنظمات هذه والمنتظم الأممي، ويجيوا نفس الأبواق متاع نفس الأشخاص ومتاع نفس السلطة يجيوا يقولون الكلام هذايا ريان كو باش يظهروا إلا المنظمات هذه إلا أدانة السلطة والدولة التونسية فيما وقع على عبير موسي، نظهروا إلا هي ماهيش كريديبل. شفتوا قمة النفاق وقمة المغالطة وقمة معناها المراوغة، معناها المراوغة الإعلامية وتوجيه الرأي العام. دونك لهنا نقطة ثانية، شو اسمه المولدي قال انا حضرت معاها عبير موسي في بلاتو، قلت لها انت وقيس سعيد، قلت لها مباشره قال لك انت وقيس سعيد كيف كيف، هو عنده التفسير وانت عندك التنوير. معناه يشوفوا الخبث، يعني التفسير اللي يقصد به متاع شفتر وكل شيء اللي يقول معناها بعد قيس سعيد بشتراو الدنيا عجب وندرا شنو، يقارن فيه بالتنوير متاع عبير موسي. الا عبير موسي كل ما تعمل حلقه تنويريه تجبد لك بالادله وبالوثائق وبالبراهين وتعتمد لك معناها على معطيات دقيقه وتوريك وتخرج لك الخوار الموجود الكل بالحجه والبرهان والدليل الدامغ. دونك هذا عنده هو كيما التفسير متاع شفتر بالضبط، باش تفهموا انتم الخباثه وباش تفهموا المغالطات اللي يروجوا فيها. به كيف كيف فما واحد اخر قال هي عندها الحق وكذا، لكن مو عندهم كلمه لكن، هذيك كل ملح ما تغيب على طعام، خاطر كوين يسمعوا اسم عبير موسي يتقرصوا من الداخل ما ينجموش حتى كان هي صحيحه عبير موسي، يقول لك ايوه لكن. دونك لازم يذكر لك لكن ولو انه ماهوش موضوع الحديث. فما واحد اخر يا سيدي قال لك هي عندها الحق وتظلمت وكذا، لكن هي راهي جاتنا من نظام الاستبداد وكذا. يعني يحبوا ديما، شفتوا الخباثه نتاعهم، يحبوا ديما يربطوا اسم عبير موسي بالاستبداد. دونك هذا هو الخبث اللي قلت لكم يقلقني، لانه بالنسبه للمستمع البسيط اللي ما يعرفش يحلل وما يعرفش يفهم كوم الفو الكلام نتاعهم، بون توا احنا كيف نبداو نسمعوا فيهم ولا كيف نبداو نواجهوا فيهم ونحكيوا معاهم مباشره نعرفوا كل كلمه قالوها اش يقصدوا بها. دونك ما يعديوهاش احنا علينا، الناس هذوما ما يعديوهاش علينا، لانه نعرفوا مليح مليح الكلمه من اما جواجي خرجت وشنو حاب يوصل بها. دونك علاش انت كنت تقول على راشد باه سامحني، علاش انت راشد الغنوشي قبل كيف يعمل حاجه وشفتوا التحاليل قبل وكل شيء كيف حركه النهضه يبداو راضين عليها الاعلام بعض الاعلاميين، اش فيكم ما تقولوش قبل على راشد الغنوشي انه رغم الا هو جاي من تنظيم ارهابي لكنه عمل حاجه باهيه، لكن يعطيه الصحه ولا عمل قرار خذي قرار صائب، علاش ما تقولوهاش هذه مع انه هو فعلا جاي من تنظيم ارهابي معناها من 2011 تشوفوا انتم معناها من 2011 شكون اللي قالها له الكلمه هذه؟ شكون اللي قالها الكلمه هذه حتى في نقده للخوانجيه معناها واللي يسميوا رواحهم نهضه؟ شكون اللي قال ايه هما ينتميوا للتيار ارهابي ولا جاونا من تنظيم ارهابي ولكن عملوا قرار صائب؟ انت علاش وانت تتكرع عبير موسي حتى عندها حق تقولوا ايه عندها حق لكن جاتنا من نظام الاستبداد؟ يا اخي راشد الغنوشي ما جاكمش من تنظيم ارهابي؟ ما شفتوا معناتها شفتوا كيفاش الخباثه نتاعهم احنا نعريوها ونفضحوها. دونك فما مواقف الحقيقه قاعده تنزلق وتنفلت معناها وتخرج عن اللاوعي نتاع صاحبها لانكونسيون كي بارل لهنا. دونك علاش اليوم البلاتوات يحكيوا على عبير موسي؟ راهو ردوا بالكم لهنا، راه خاطر اوبليجي باش يحكيوا عليها، راه موش على محبتهم، برشا بلاتوات اوبليجي باش يحكيوا عليها، لانه تساترها هبطولها للميدان بالالاف المؤلفه وهي في الحبس، راهو إلسون توبليجي باش يحكيوا عليها، ما عادش ينجموا ينكروا، قدامهم أمر واقع موجود، توانسة قاعدة تعاين فيه على المباشر، قاعدة تشوف، إذا كان مش اشترى الشعب الكل هابط معاها، دونك يلزمهم يبدلوا التكتيك نتاعهم، والمرحلة اللي قاعد يمر بها توا الإعلام، معناها هي في جانب كبير منه، الإعلام قاعد يثير في مواضيع تهم الدستور الحر توا، وتهم عبير موسي رغما عن أنفه. معناها بسيف من عليه الحدث يفرض روحه، وهنا نتحدثوا عن الاعلام راهو بصفه عامه، معناها احنا بطبيعتنا نشكر الاعلاميين اللي جبدوا على موضوع عبير موسي، لكن فما نحسوا الا فما ضغينه كبرى، نحسوا الا الاعلام راهو عنده دور كبير، هذا راهو اكيد مش نحسوا، الاعلام عنده دور كبير ياسر، وراهو مطالب اليوم باش يحد مك الضغينه هذيك الموجوده بين التوانسه، وباش يحد كيف كيف ما بينك من هك الحقد الموجود والكراهيه والعنف العاطفي والبغض الموجود بين التوانسه، لانه معناها تعرفوا انتم شكون اللي كرسوا العنف هذايا والضغينه هذيا نتيجه شنو؟ ما هي نتيجتك المنطق نتاع الغني لا واحنا ما نقعدوش مع الغني والغني سارق، ما هي من منطق افتقاد المواد الكلها راهو سببها المحتكرين، ما هي من منطق للاداره الكلها فاسده، يزيو بربي يا اعلاميين ساسوفي يزيو، راهو دور الاعلام اليوم هو باش يقرب وجهات النظر ويعلي القانون فقط راهو، وهنا معناها كي باش يقولوا لي هاوك عبير ما تحب تحبس الاخوان، وهنا باش يردوا عليكم تو باش يقول لك عبير تحب تحبس الاخوان وكذا، نقول لهم راهو مش صحيح، قلناه ونعاود نقولوه، عبير موسي تقول الا خالفوا القانون،
يتحاكموا ومحاكمات علنية، ما أكثرش من الشفافية هذه وما أكثرش من الديمقراطية. يعني المحاكمات نتاعهم باش تكون على عينين التوانسة الكل، وباش يعرفوا الجرائم نتاعهم. وشكون في تونس يا أخي هو يا إعلاميين، شكون في تونس اليوم مازال ماهوش مقتنع بإلا الإخوانجية مجرمة بالجرائم الفظيعة اللي ارتكبوها الإخوان في حق الشعب التونسي؟ مازال فما شكون مش مقتنع بالشيء هذا؟ الا احنا من 2011 واحنا نتكلموا ونفتحوا ونعريوا في المخططات نتاعهم، ونعريوا في القذاره نتاع الخوينجيه، ونعريوا في المصايب اللي عملوها وجابوها لتونس. دونك احيانا الفكره، حبيت نقول الفكره راهي ساعات تهرب على صاحبها، ساعات سي لانكونسيون كي بارل هنا. يعني كيما اليوم اللي قال عبير موسي ايغال بن علي هكا، معناها بالمنطق هذايا وبن علي ايغال حطان الناس في الحبس، اللي حاب يقول معناها عبير موسي هي الاستبداد. بن علي قال حتى الناس في الحبس، مش بن علي مثلا قال القناطر اللي تعملت، وقال الكليات اللي تعملت، وقال المعاهد اللي تعملت، وقال السبيطارات اللي تبنات. لا لا، هذاك الكل ماهوش بن علي عند السيد هذا، عند السيد هذا بن علي فقط حتى الناس في الحبس. ولهنا على فكره نحب نذكر كونه بن علي كي حبس الخوانجيه راهو حبسهم على خاطر عملوا زوز عمليات انقلاب بعد ما نحالهم الله يرحمه، ولا غالبا غلطة كبيرة نحالهم أحكام الإعدام، وقال لهم بدلوا اسم الحزب نتاعكم وفك علينا من كلمة الاتجاه الإسلامي، مشاو ردوه هما نهضة ورجعهم ينشطوا على الميدان، وداير عملوا جريدة معناها نتاعهم هما خاصة ما أكثرش من هكا، ورجعوا ينشطوا خرجهم من الحبس. شنو عملوا هما بعد ما خرجهم من الحبس؟ مشاو حذروا لك العملية هذيك نتاع الانقلاب نتاع 60 هذوكم اللي جابوهم من أفغانستان، كان تتفكروا هاشي باش يضربوا الطيارة اللي فيها بن علي. هذاك علاش بن علي حبسهم خوه على أبوه الإخوانجية وما رحم حتى حد فيه. به ملحوظة أخرى ومغالطة أخرى تم بثها اليوم الصباح، بربي لكل كرونيكر نحب نتوجه له، إلا قال عبير موسي تحب تستحوذ على الهلال الأحمر. بربي راهو من صميم القلب والله العظيم لن ينفذلك، نحب نصدقوك ران، غير برك أعطينا دليل كيفاش وقتاش الحكاية هذه. هاني يعني أول مرة نسمع بها بالرغم من إني غاطس معناها في الحزب وبرامجه. ها تعطينا وقتاش تذكر اسم الهلال الأحمر، وكيفاش عبير موسي تحب تسيطر على الهلال الأحمر. الفكرة الثانية، الفكرة الثانية اللي قالوها اليوم، ماكم قلتوا يا أخي أنتم عملتوا ثورة على بن علي لأنه كان مستبد، ولأنه الاستبداد كان طاغي، ولليوم معناها راو في الناس اللي كانوا معناها اللي كانوا متمعشين اللي نسميهم احنا بون، اللي كانوا بلوتو متشيعين، خلينا نحكي بربي توا لهنا، هذه راهي توانسة فكرة مهمة برشا، بربي نشدوا الخيط مع بعضنا. دونك هما شنو يقولوا؟ يقولوا عملوا ثورة على بن علي لأنه كان مستبد، واليوم نراو في الناس بيدهم اللي كانوا متشيعين اللي نسميهم احنا قوميين وعروبيين، الا مازالوا اليوم متشيعين ومازالوا من اليوم يحملوا القومية والعروبيه هذيك. نذكرهم الا اخي القوميه والعروبيه، وهذا قلته في تقرير سابق، يا اخي وين تخلقت هي؟ ما تخلقت في مصر وسوريا وقت لما عبد الناصر اخذ عليه الرولاف القذافي الله يرحمهم الكل. يا اخي هذوما حتى باش نحكيو بمنطق الاستبداد ومنطق الوهم ما كانوش مستبدين. يا اخي شبيكم ديما تكرهوا ولاد بلادكم وتتشيعوا للخارج؟ يعني بن علي كان مستبد، اما عبد الناصر ما كانش مستبد، بن علي وبورقيبه مستبدين، هذوك مستبدين، اما عبد الناصر وحافظ الاسد راهو مع احترامي راهو احنا كي نقولوا مستبدين نحكيو على معنى الاستبداد اللي يحكيو به هما، الناس هذيا عملت زاد قدمت الكثير لبلدانها ما ننفيوش، احنا مش كيفهم نعملوا بيلون كامل، لكن احنا قاعدين نواجهوا فيهم بالحجج نتاعهم هما اللي هي مغلوطه وكاذبه. دونك انت علاش اليوم انت تكره ولاد بلادك وتتشيع للخارج؟ يا سيدي احنا باش نصدقوكم اليوم، الا بورقيبه وبن علي كانوا مستبدين، لكن انتوما هوا معناها ولائكم الكل الرؤساء كانوا مستبدين اكثر من الاستبداد ذات نفسه ولا متشيعين للاتحاد السوفيتي؟ كيف نحكي على اليسار هذاك والاكستريم جوش وكل شيء، يا اخي الاتحاد السوفيتي كان ديمقراطي؟ تراه جاوبونا مثال، جاوبونا تحكيوا على بن علي وعبير موسي سليل بن علي وما نعرف شنو، اي هذوما انتوما معناها عندكم هذوما الهات معناها الهه هذوما عندكم، هذوما كانوا ديمقراطيين؟ دي شنية الحكاية هذه يا اخي يا ولادي؟ خليه اسمعوني اسمعوني، خليه القانون فوق كل المصالح وفوق كل اعتبار، وما تتشيعوا لا لزيد ولا العمر، مش مطلوب منكم باش تاخذوا لا افكار هذا ولا ذاك. اليوم انتم كاعلاميين دوركم باش تنيروا الراي العام، دوركم باش تقولوا كلمة الحق، دوركم باش تنصروا الحق، هذا الدور الحقيقي للاعلامي وهذا الدور الاصلي للاعلامي. الاعلامي يسلط الضوء على النقائص الموجوده، يسلط الضوء على الحقائق الموجوده، يسلط الضوء على الاحداث الموجوده، مش يعتم على احداث كبرى وينقل لنا احداث معناها نتاع تجمع اربع وخمسه اشخاص ويخلي تجمع نتاع 9000 و10000 شخص ما يعديش عليه حد شيء، مش هذا دور الاعلام، فهمت ولا؟ دونك نختموا بالنقطه هذه توا وناكد لكم هذا الكونكلوزيون، الا العلاقه ما بين عبير موسي وهيكل الحزب الدستوري الحر وانصاره خلال هالمحنه هذه اللي تمر بها رئيس الحزب الدستوري الحر راهي زادت تقوات وزادت توطت اكثر فاكثر. بالتالي المهندس اللي كان عامل حساب في اتجاه معين
هاوكا يلقى روحه في اتجاه آخر. والسلام عليكم. باهي، سمعنا ما بعدنا تقرير، ان شاء الله يكون عجبكم المحتوى متاعه، وان شاء الله تكون الافكار واضحه، ان شاء الله تكون المنهجيه واضحه، ان شاء الله تكون الكلام مقنع مش ليكم انتم مقتنعين بطبيعه، نحكي كتساتره وكمناضلين في الحزب الدستوري الحر وكمناصرين للاستاذ عبير موسي، اكيد انكم مقتنعين بكل نقطه قيلت في هذا التقرير، لكن الهدف منه هو انه نعرفوا كيفاش نجاوبوا الناس. تو احنا سلاحنا الوحيد في الظرف الراهن هو التنوير، كما قال الزعيم بورقيبة، المادة الشخمة ثورة التنوير. احنا سلاحنا الوحيد توا مع شعبنا ومع الناس الكل هو التنوير، ما خلونا حتى شيء اخر، دونك ممنوعين هاكم تشوفوا من كل شيء ممنوعين، دونك الوحيد سلاحنا هو التنوير، نواصلوا في التنوير هذه هي حرب سلمية، حرب قانونية، حرب معناها لا تتعدى القانون في اي شيء، الهدف نتاعها وقوامها هو الصراحة والاتصال المباشر بالشعب التونسي. دونك نواصلوا في حربنا التنويرية الفكرية الثقافية الملتزمة والمحترمة، وبقدرة ربي قاعدة تعطي في نتيجة وقاعدة تعطي في أكلها. هذا فيما يتعلق بالتقرير اللي سمعتوه. توا نحب نعدي نعديكم مقطع شفته، ما نعرفش منين، الناس تقول لي جمعية متاع أولياء وتلاميذ صغيرات، راهو مقطع كارثة. تو راهو جاني، ما عندوش قبل ما نبدا، ما كانش بروغرامي في اللايف هذا. دونك مشهد مريب، مشهد مريب، في اقحام السياسه، فيه كل شيء. هيك نتفرجوا مع بعضنا بربي ونعلقوا عليه المقطع هذا مع بعضنا. تشوف المنطقة الريفية، واحنا نقاط حقها عندنا مدرسة نموذجية، قلت لي المدرسة، قلت لي سلام بابا. سي منظر، زاد سي منظر، انت قاعد مثلا تسمع جمال الوطني، اعطينا كلمه خويا على زياره السيد الرئيس. سي عبد الرزاق فاشل، ها هو أحمد، وينك أنت؟ هل وصلنا معلومات؟
ومعتمد ايضا في الحيروان الجنوبيه يتخذ حماسه تحيويه وهذا مهم بالنسبه لنا هذه المدرسه شيخنا تعود قسم التحضير يتسع في مجلدتنا حتى يكون شافقا في الصباح الباكر يكون تلميذ وهو من يقبض هذه المدرسه وهذا ما نريد وهذا ما نبدا به نحن نتجه نحو احداث العديد من المدارس بهذا الشكل حتى تكون المدرسة حديثة وقابلة وقابلة أيضا بأن تكون مدرسة مرتبطة بالإنترنت بالله إيش قولكم لهنا؟ ما نحب نعرف انا ما ثبتش تو فما المدرسه وفما كل شيء في الفيديو نحب نعرف وين مندوب التربيه نتاع الجهه هذيك اللي وقع فيها الشيء هذا وين وزاره التربيه وين الدوله وين النيابه العموميه اذا كان هذوما كلهم ما تدخلوش وين النيابه العموميه هذا راهو استغلال فاحش للطفوله هذا يتسمى في اعتقادي اغتصاب للطفوله اقحام الطفوله والمؤسسه التربويه في معناها عمق السياسه دونك وليدات صغيرات معناها يهيش فيهم كيكه ويحيى فلان ويحيى كذا ويحيى كذا شنو هذا شنو هذا يا اخي الشعبويه باش نوليو نقريوها في المدارس الابتدائيه توا ولا شنو الحكايه يا اخي الشيء هذايا الفوضى هذيا باش نوليو نقريوها في المدارس الابتدائيه باش يولي يترعرع الجيل الناشئ بالالفاظ هذيا وبالشعارات هذيا وبالشيء هذايا شو الحكايه راهو هذا خطر هذا خطر داهم ردوا بالنا راهو المؤسسه التربويه يلزمها تكون محايده ويلزمها تكون بمنأى عن كل التجاذبات السياسيه ايا كان موقع السياسي اللي تذكر في الفيديو يلزمها تكون بعيدة كل البعد عن السياسة يا اخي شو اللي توا نوجهوا اترافير المدارس الابتدائية واترافير المعاهد واترافير المدارس الاعدادية ولا شنو الحكاية؟ هذا شنو اللي كنت نتفرج فيه؟ هذا شنو اللي كنا نتفرجوا فيه؟ توا شنو يتسمى هذا؟ دعوة للنيابة العمومية تتحرك شنو الحكاية هذيك؟ السيد هذاك شنو باش مكلف من راسه وعمل الشيء هذاك من حقه يعمل الشيء هذاك ولا مش من حقه؟ فهمونا فهمونا راهو معاه ماناش عايشين في غابة رانا عايشين في بلاد ديدنها القانون نورمالمون عايشين في بلاد الا فيها قانون جاري على العباد الكل مش كي تبدا حاجه في مصلحه الواقف نسكتوا عليها ميم سي غالطه ميم سي فيها تجاوز للقانون ما فيها ميم سي فيها كل شيء لكن كي تبدا حاجه ضدنا تصوروا الكلام هذاك بجاه ربي تصوروا الكلام هذاك ولا معلم هذاك ولا مربي ولا لا هو ما نعرفش شكون السيد هذاك ما نعرفش طبيعته انا عديت لكم الفيديو اللي شفته تصدمت به اكهو تصوروا السيد هذاك جيل التلميذات كوما وقال لهم سيب عبير وبداوا يسيحوا سيب عبير راهو في الايقاف راهو تحكم بعام سجن نافذ راهو صاير فيه ذكر كله وراهي المدرسه تسكرت ومدير المدرسه طار والمندوب الجهوي نتاع التربيه طار وراهي الناس كل طارت دونك ما ندخلوش السياسه رجاء احنا ماناش طالبين باش نحكيو في السياسه لا في مدارس ابتدائيه ولا عمرنا عملناها ولا هي من برامج الحزب الدستوري المدرسه والمؤسسه العموميه يلزمها تكون محايده ويلزمها تكون بعيده على كل التجاذبات السياسيه ويلزمها تكون بعيده على كل الشيء اللي قاعدين نشوفوا فيه والتناحر السياسي اللي قاعدين نشوفوا فيه سياسه خليوها لاهل السياسه والاهل الاعلام وللناشطين السياسيين والناس اللي عندهم تأثير وعندهم كلمة والشعب قاعد يتبع ويفرز ويعرف شكون الصحيح من شكون الغالط والتربية والتعليم نخليه الأهل التربية والتعليم وليداتنا صغيرات نخليهم بعاد على الشيء هذا مازالوا صغيرات هكوما مش متاع يحيى فلان وتحيا فلانة دونك ردوا بالكم بربي ودعوة للتدخل الفوري في الشيء هذا هذا فيما يتعلق بالفيديو اللي عاديته لكم تو دونك تو باش نختموا الحلقة هذه مش باش نطول عليكم برشا كيما قلت لكم اليوم ماكس نص ساعة معناها ما نحبش نفوت دونك باش نختموا الحلقة هذه نحب نشكركم الناس الكل كي العادة نشكر مواطنينا بالخارج الدستوريين والدستوريات الأحرار والحراير إلا في الخارج إلا في كل محطة موجودين إلا داعمين للقضية إلا معناها ملتفين ومترسين وراء الحزب الدستوري الحر وقيادته إلا أثبتوا وبرهنتوا ولائكم لتونس وولائكم لحزب الآباء والأجداد يعطيكم ألف صحة دونك هذه اليوم حبيت
التقرير. في القادم الايام يكونوا معنا ضيوف من الديوان السياسي ان شاء الله للحزب الدستوري الحر ومن هيئه الدفاع باش نوضحوا لكم ونعطيكم اخر المستجدات، وانتظروا فما تحرك قريب ان شاء الله للحزب الدستوري الحر ستعلن عنه قياده الحزب عن قريب. به دونك ما نطولش عليكم اكثر من هكا، يعطيكم الصحه على حسن المتابعه. الناس اللي كتبت دي ستاتيو وساندتني اليوم يعطيكم الف الف صحه. نشوف في الايامات الاخرى بليزيور ستاتيو وبليزيور فوتو وبليزيور فيديو، يعطيكم الف صحه على كل كلمه قلتوها في شخصي، وهذايا ديما نقولها ان دل على شيء فهو يدل على ثقه متبادله، وفهو يدل على كون المواقف كما قلت المواقف والتاريخ وحدهم كفيلين بالحكم على الاشخاص. خاطر الناس اللي تكلمت اليوم عليا معناها وقالت كلمة خير، الناس هذه تعرفني من 2011 وذكرت الكلام هذاك وتعليقاتها موجودة، تسمعني من 2011 من 2012 في كل مداخلاتي، مواقفي كلها واضحة، استضافاتي، حلقاتي الإذاعية، في برامجي السياسية، في برامجي الاجتماعية. دونك يعطيكم ألف صحة على المتابعة، يعطيكم ألف صحة على المواظبة، يعطيكم ألف صحة على المساندة والدعم. ما يلزمش، راهم يحبونا نخرسوا أصواتنا، الله غالب، ما الهدف نتاعهم هو إخراس أصواتنا، الهدف نتاعهم الله غالب. أنتم قاهرينهم تو كي يتفرجوا فيكم هكا يشوفوا النمبر دو فيو هذايا، راهم مقهورين ما باش يموتوا ما يرقدوش، سي نورمال كيف يشوفوا في لايف فما 7000 و8000 تعليق في اقل من 24 ساعه، معناها 8000 شخص ولا 10000 شخص علق في اقل من 24 ساعه، ويلقاو 3000 بارتاج و4000 بارتاج و5000 بارتاج، راهو نعذروهم ما يسالوش. ناس تمرض معناها بالحق تمرض، اوركو سي با فري. نورمالمون انا كي نشوف انسان معناها يقدم في محتوى جيد، هاو حتى نحكي على روحي شخصيا، كي نشوف انسان يقدم في محتوى جيد ويحظى بنسبه مشاهده عاليه ويحظى بالتفاف وبمحبه الناس، بالعكس ما نجم كان نشجعه في اطار المنافسه النزيهه وفي اطار مول وهي منافسه من اصله، واحنا الكلنا الهدف نتاعنا هو بلادنا، الكلنا الهدف نتاعنا هو بلادنا، هو تحرير بلادنا من براثن الغزاة، الهدف نتاعنا حاليا هو تحرير استاذتنا من الظلم اللي تعرضت له رئيس الحزب الدستوري الحر. دونك اذا كان هدفنا هو هذا، علاش باش نغير منه، ولا علاش باش نقلقه، ولا علاش باش نتهجم عليه، ولا علاش باش نجبده ولا نجبد له سقيه ونقول له اهبط؟ ليه؟ ما عندنا اون با انتيغي، بالعكس ماهوش في صالحنا. دونك يلزم الناس الكلها تكون ملتفه توا، يلزم الناس الكلها تكون في كلمه واحده، في صوت واحد، في جسد واحد. هل هذا كله اتجنبوا؟ علاش قلت لكم الاحتقار ثم الاحتقار ثم الاحتقار بكري في الرساله اللي بعثتها وشفتوها لكلكم؟ خاطر هذا راهو اذا كان باش نهبطوا ونجاوبوا، وساعات فما ان سيغتان نيفو الواحد ما ينجمش الحقيقه يهبط عليه ولا ما ينجمش دونك زايد، فهمت؟ هما فما ناس تتمعش من اجاباتكم من ردودكم، دونك باش تلقى ما تطلع وتتكلم كل يوم هوا قالوا عليها وندر شنو. دونك خليهم، شوف انتم تعرفوا تميزوا، تعرفوا كيما قلت لكم ما بين تميزوا بين الخيط الابيض والخيط الاسود، ما كومش تبارك الله معناها منورين. الاستاذه عبير موسي قامت بمجهود جبار في التنوير، الحمد لله احنا من 2011 واحنا قاعدين ننوروا وقاعدين نعملوا في نعطيكم في لي كابسول معناها راديو تلفزه كل شيء نقولوا في اللي يلزموا يتقال. تعرفوا كيفاش تميزوا، تعرفوا كيفاش زايد معناها احسن هدف احسن حل بلوتو توا هو التجاهل، التجاهل هو الحل الوحيد. هاتوا يتكلموا يتكلموا ويسكتوا، احنا ما عندناش اشكال. اللي عنده ثقه في روحه، اللي عنده ثقه في نفسه وفي شخصه وفي الشيء اللي عمله في الشيء اللي قدمه، ولا ضميره مرتاح ديما نقولها يحط راسه على المخده يرقد، ما عنده علاش يخاف وما عنده علاش يتقلق. دونك سوي سير، والله العظيم والله العظيم كل الكلام اللي تقال ولا قاعد يتقال بوتيتر توا من فئه معينه والله لا يحرك لي شعره. دونك ما يقلقش، اصلا مانيش قاعد نشوف فيه، احيانا يبعثوا لي هكا اصحابي دي باساج ولا حاجه وكان نعمل طله معناها دو باساج، مانيش ما يقلقنيش اصلا. دونك والله العظيم ولا هممني لا، اون بليس كان جاي من شخص معناها من اشخاص اللي يوزنوا ولا من اشخاص اللي كذا، لكن الانحطاط هذاك والكلام هذاك ما تركزوش معاه. دونك نتجاوزوا الاحتقار ثم الاحتقار ثم الاحتقار، لا نيجليجونس اي ريان كو لا نيجليجونس. دونك نواصلوا احنا مسيرتنا التنويريه، نواصلوا نضالاتنا، نواصلوا انارتنا للراي العام، نواصلوا الاتصال المباشر مع جمهورنا، نواصلوا الاتصال المباشر مع الشعب التونسي، نواصلوا التنوير ثم التنوير ثم التنوير. وصيه الاستاذه عبير موسي رئيس الحزب الدستوري الحر، تصبحوا على خير والى لقاء قريب.